الدورة الثانية لمعرض دولي غاردن إكسبو كيتنظم هذه السنة تحت إشراف وزارة التنمية المستدامة والانتقال الطاقي، واللي غادي يعرف مشاركة عدة عارضين، يعني فوق 60 عارضا من دول مختلفة، منها تركيا، جمهورية مصر العربية، إسبانيا وفرنسا، بالإضافة إلى عارضين من المغرب. هذه الدورة هذه كتميز باختيار موضوع يتعلق بالسياسة العمومية في مجال التشجير ودوره أو دورها في العمل من أجل المناخ، واللي غادي يتم يعني خلال الندوات العلمية التي سيتم تنظيمها خلال هذه الأيام التطرق إلى مختلف جوانب التقنية والعلمية المتعلقة بهذا الموضوع، بمشاركة يعني مجموعة من الأساتذة الجامعيين والخبراء في هذا المجال، واللي غيتم خلالها النقاش وتبادل الخبرات، وكذلك الاطلاع على مختلف التجارب والمستجدات العلمية والتقنية في مجال التهيئة المنظرية، بالإضافة بطبيعة الحال إلى التحسيس بالدور المحوري والكبير الذي يلعبه المهندس المنظري اليوم في مختلف الأوراش اللي كتعرفها بلادنا، ونحن مقبلون على تنظيم تظاهرات كبيرة ومقبلون على مشاريع مهيكلة، واللي كما قلنا المهندس المنظري يلعب دور مهم في كل ما يتعلق بتهيئة الفضاء العام وكذلك المحافظة على البيئة وعلى الموارد الطبيعية. احنا بنمثل شركة أرك بلان انترناشونال، الشركة دي احد الشركات الكبيرة في مجال الاستشارات الهندسية ومجال التطوير العقاري، وعندنا شركة ناشئة هنا في المغرب هي شركة أرك سوليوشن بالشراكة مع شركة أكسس سيفتي العالمية الإسبانية، لان احنا مؤمنين جدا بالمشاركة في احد اهم المعارض اللي هو جاردن إكسبو عشان نقدر نوفر للسوق المغربي الخامات والحلول المستدامة، فبالتالي جبنا أفضل الشركات البايونيرز في مستوى على مستوى العالم اللي بتتكلم في الأرضيات والحلول الذكية. مشاركتنا في المعرض عشان نتبادل الخبرات، نعرف الشورتج أو القصور في السوق، لأن احنا مؤمنين جدا إن السوق المغربي هو أفضل وأهم الأسواق الموجودة في المنطقة العربية في الوقت الحالي والمستقبل القريب، باستضافة كأس العالم، استضافة كأس الأمم الأفريقية، استضافة الأحداث والمحافل الدولية والعربية والدولية، فبالتالي احنا حريصين نكون مستثمرين في السوق وان احنا نكون فاعلين في السوق وان احنا نشارك التجربة وان احنا نجني ثمارها.